قامت الأسماء واستعدت، ومن جهاز الانطلاق اندفعت في رابع أشواط الحفل الثالث والأربعون شوط مخصص لخيل الانتاج عمر الأربع سنوات والخمس سنوات. لم تربح في سباقاتها الماضية، هذه الأسماء تتنافس من علامة 1400 متر انطلاقة سريعة من المرشح الأول اكتام برشن فالر، يقود الصدارة، يقود الانطلاقة مع دي كاسترو. فيما نشاهد هنا المحاولات من رقم 15 من الداخل بجوار السياج، من يتقدم أمكن بن مفتون مع أحمد الأزهري يحاول التقدم في هذه الأثناء، مع كذلك تقدم نوماس نجد، وأشاهد المحاولات من قوي العزائم المرشح الثاني للفوز بهذا الشوط، كذلك المحاولات للتقدم من الأدهس انطلاقة جماعية لجياد الإنتاج في رابع أشواط الحفل الثالث والأربعون اكتام المرشح الأول إلى المركز الأول، والمرشح الثاني قوي العزائم يحاول التقدم يدفع بنايف العنزي، فيما الأدهس يأتي مع الأربعمائة متر الأخيرة، من يتقدم؟ المرشح الأول اكتام الأدهس، كذلك يحاول هو الآخر من الخارج، منافسة ثنائية الميتين متر الأخيرة، الأدهس إلى المركز الأول يندفع للصدارة، ابن سيج يوسع الفارق ويبتعد، رقم سبعة الأدهس في الظهور الثاني له يذهب إلى الفوز الأول في سجله السباقي من الظهور الثاني. ألف مبروك لفيصل فارس رباح الدهاسي.